أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كل داء دواء، صديق الأسرة اللي بيقدم النصيحة وقدم المعلومة. والنهاردة حلقة جديدة ومهمة جدا لأي حد عنده خصونس ركبة والتبات مفاصل، ما يروحش في أي مكان، يقعد حالا دلوقتي يسمعنا، عشان هنتكلم مع الدكتور ياسر اخصائي التغذيه والكبرتاج بقى والحاجات العظم كده. نرحب بيك يا دكتور ياسر. اهلا وسهلا بيك، عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا استاذ جمال، اصلي لكم بخير. الله يبارك في سعادتك، منور الحلقه ومنور الدنيا كلها بوجودك حبيبي. النهارده يا جماعه بشكل شخصي وشكل مهم جدا، في مفاجآت كتيره جدا في الحلقه. ايه المفاجآت اللي عندنا؟ عندنا الدكتور ياسر هيشرح لنا دكتور ازاي نتعامل مع كريم الخشونه تيمولي اللي بقالي فتره كتيره جدا بقدمه، وبقالي كتير جدا بقول لكم معلومات مهمه عنه، لكن النهارده هنسمع معلومات مهمه جدا من الدكتور ياسر، وهيشرح لنا الاستخدامات، طريقه العلاج، ازاي بيساعد على علاج الخشونه والتبات المفاصل بنسبه 99% او يمكن اكتر كمان، وتجارب كتيره وشفاء. دكتور ياسر، بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه اللي اتعود منها الجمهور عليا فتره طويله جدا بقدم تيمولي كريم، حتى كانوا بيسالوني وانت حتى بتقول لي انت فنان وبتقدم مسلسلات وافلام وحاجات والدنيا، ليه مصمم على الكريم؟ لان الكريم ده فيه خير كتير جدا للناس. رايك ايه في تيمولي يا دكتور ياسر؟ بص يا استاذ جمال، هو بمنتهى البساطه الكريم ده من منتجات طبيعيه، من منتجات طبيعيه ومنتجات ليها ثقل وفعاليه ولها ليها اثبات علمي، خلفيه علميه في اكبر المواقع العلميه الطبيه اسمها باب ميد. انا بقول العناوين اهو، تمام، هتلاقي المكونات دي مثبتة وعليها أبحاث بالمئات الأبحاث. فلما يكون طبيعي وفعال وآمن يبقى أنت عايز إيه تاني؟ تمام، حلو جدا. إحنا عندنا دلوقتي كنا بنتكلم في تركيبات المنتج، أو أنا مش عايز ألخبط الناس، يعني أنا مش عايز ألخبط الناس. إحنا بنقول دلوقتي أي حد عنده خشونة ركبة والتبات مفاصل يقعد يسمعنا وإحنا بنتكلم. التركيبات اللي موجودة، الدكتور ياسر بيقول التركيبات اللي موجودة في الكريم تركيبات طبيعية جدا وكلها فعالة وكلها بتجيب نتائج هايلة. إحنا هنتكلم عن مادة واحدة في المنتج ده، المادة دي جلوكوزامين، صح؟ جميل، جلوكوزامين. كلمنا عنها، المادة دي خاصة هي المادة موجودة في برشامات وحاجات، وأنا بعرف إن هي بتتعب المادة وحاجات كده. بص يا باشا، المادة دي ده عبارة عن حمض. الجلوكوزامين لما هو موجود هنا في وسط تركيبة طبيعية بتبقى بمثابة إن هي بتديله أخف، بيبقى أخف وطأة على المكان اللي بيتعمل عليه. الجلوكوزامين اللي هو الحمض الكبسولات بيتاخد عن طريق الفم، تمام، فبالتالي بيأثر على، تعرف القصة بتاعة التأثير على جدار المعدة طبعاً والالتهابات طبعاً. لأن كمان كل مريض خشونة بياخد جلوكوزامين بياخد معاه مسكنات عن طريق الفم، فبتبقى فرصة انه يتعب المعدة اكتر، عشان العلاجات كلها بتتعب المعدة. بعدنا دلوقتي عن المعدة خالص، وبقينا دي موضوعية، دهان موضعي على الركبة. جميل، في نفس المادة اللي هي لما بتتاخد عن طريق الفم بتخش من المعدة تروح للدم، تروح تمشي في الدورة الدموية كلها، وبعدين تروح على المكان اللي في المفصل، تمام، ده موضعيا. وفي مواد تانية بقى احنا مش هنتكلم عنها النهاردة بتزود نفاذية الكريم ده عشان تخش جوه وتوصل للغضروف اللي فيه المشكله، لايبوزوم اللي فيه التهاب، اللي هي لايبوزوم الافكت، اللي هي بيبقى المواد متغلفه بحاجه دهنيه تخش على العظم على طول، بتبقى بتدوب المواد لان الجلد فيه طبقات دهنيه، فاللي بيدوب فيه لازم يكون دهني، فبياخده كده كانها سفينه بتوصل بسرعه للمكان، بالاضافه لحمض الساليسيليت اللي هو كيراتوليتك، بيدوب الطبقه الخشنه اللي موجوده في الجلد فبيخليها تخش اكثر عمقا، تروح للمكان اللي فيه التهابات. يا جماعه، بدون اي، الدكتور شرح لنا دلوقتي ماده واحده فعاله، وفي مواد كتير جدا فعاله وطبيعيه جوه الكريم. نصيحه اي حد عنده خشونه ركبه التهابات مفاصل، الاستخدام الامن والامثل في تيمولي كريم. تيمولي كريم بنقدمه بتقدمه شركه شفاء، وطبعا شركه شفاء مجموعه جدا كبيره جدا من العلماء قايمين على المنتج، والدكتور ياسر بيشرح لنا دلوقتي. يعني بمنتهى الامان، اسال مجرب ولا تسال طبيب، الاف الناس ومئات الناس في كل مكان داخل مصر وخارج مصر استخدموا المنتج، والحمد لله نتائج هائله جدا، معالج بيساعد على علاج الخشونه والتهابات المفاصل من الدرجه الاولى. كمان احنا هسال الدكتور على الاستخدامات رغم اللي انا عارف، لكن انا عايز الدكتور كمان يوصل الاستخدامات. احنا بنقول 3 مرات يوميا دهان على منطقه الالم، تمام. احنا قلنا دايما ان احنا بنحاول يبقى المعدل على مدار اليوم ممكن كل 6 ساعات، وفي المتوسط كل 8 ساعات اللي هو 3 مرات، وممكن نوصل لكل
اربع ساعات كمان ست مرات بس عشان الناس بتخرج وبتروح شغلها والكلام ده بنقول كل 8 ساعات ولو حتى يعني هيقل شويه التاثير يبقى كل 12 ساعه معنا بس كل 8 ساعات حلوه قوي حبيبي يا دكتور ربنا يخليك احنا انت بتشرح لنا الصراحه يعني الله اكبر انا بحبك يا دكتور ياسر ربنا يبارك فيك انا بحبك كل الناس بتحبك ان شاء الله خير واحنا بنقدم خير للناس تمول الكريم اللي احنا بنقدمه ده خير للناس اي حد عنده خصوص رجب التهابات مفاصل بسرعه ياخده واسال مجرب تسال طبيب معانا حد جرب الكريم مين يا فندم مين انا ام مصطفى سلام عليكم ايوه حبيبي ازيك يا ام مصطفى عامله ايه الحمد لله يا غالي انا جمال فؤاد معاكي انا جمال فؤاد بكلمك ازيك ما عرفت الصوت ازاي عرفت الصوت طب الحمد لله عامله ايه احكي لي عرفت الصوت عامله ايه يا حبيبتي وازاي صحتك ايه الاخبار انا بخير والله الحمد العظيم لله. من اول ده احنا حسيت براحه بال طب الحمد لله والله العظيم انا اول مره اكلمك صح انا قدام أيوة الجمهور كده أول مرة تكلمني بس انا بشوفك على قناه برنس على طول انا بكلم حضرتك انا اول مره اكلمك وانا عايز اسالك بامانه ايه رايك في الكريم ايه رايك في الكريم والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لكم كلكم طب الحمد لله تنصحي ايه بقى اللي عنده خشونه ركبه والتهابات مفاصل على طول كده يلا انا الحمد لله ركبه دلوقتي بقدر امشي تمام وبقدر اوصل لما انزل الحمام ما كنتش بعرف امشي الحمد انزل لله. الدرجه بتاعت الحمام دي ما كنتش بعرف انزلها حبيبتي دلوقتي بنزلها لوحدي وبروح لوحدي وبوصل الحمام لوحدي من غير حد ما يسندني ربنا يخليك لقيت فيا زي ما قلت الثقه والامانه والصراحه ولا ايه والله وبيت الله اللي زرته مرتين الحمد لله ربنا يديك الصحه يا رب يعني كده خلاص الله يخليك مش كلام اعلانات يعني ولا كده احوش لك ثمن الثاني علشان اجيبه لضهري انت تخدمي غير اي حاجه يا حبيبتي ده انت نورت الدنيا ربنا يديك الصحه الله يرضى عليك برضاه ويبارك لك روح ايوه احلى حاجه الدعوات دي شكرا يا ام مصطفى ربنا يخليك شوف يا دكتور بقى الله يرضى عليك امانه عليك تبقى تكلمني ثاني انا بعملك امانه اليوم الموقف العظيم والله هكلمك ثاني على عيني انا ابيض على عيني ربنا يخليك يا ام مصطفى شفت يا دكتور ده اللي انا كنت بقوله والناس بتسالنا عليه انت ليه متمسك اللي انت تقدم الكريم ده مش معنى ما انت بتقول اللي انت فن وسينما على فكره نزل حاجات سينما وحاجات فن ليه بتقدم الكريم ده قول لي بقى انت انا بقدم الكريم ده عشان هو لان بالظبط عشان هو بيبقى سبب في خير حقيقي فعلا ملوش اعراض جانبيه في نسبه امان عاليه جدا في نسبه نقاء في نسبه رقابه لان هو متراقب من وزاره من طبعا ناس من وزاره الصحه طبعا فمتراقب ومتعاير كويس بنسب معينه لان احنا قلنا ان في اكتر من ماده فمهم جدا ان تبقى على اساس علمي ونسب عشان يدوا اعلى مفعول ممكن من كل ماده استاذ عبد الله يا ريت لو انت انا دلوقتي بكلم مع دكتور لو انت معاك انا بعت لك المصنع انا عايز كده خمس دقائق كده واطلع اشوف المصنع اوكي طب جاهز براحتك انا معاك اهو لما تجهز قول لي يا ريس بص يا استاذنا اتفضل دكتورنا الجميل دكتور ياسر اتفضل يا حبيبي بنقول لكل حد عنده خشونه ركبه التهابات مفاصل الام في الظهر الام في الرقبه تمول كريم امن جدا الشركه بتقدم عرض كويس جدا اللي هم اربعه احنا مش بنعمل عشان نبيع للشركه ولا احنا بنقول عرض عشان نسب الربح بسيطه جدا بالنسبه للشركه لان المنتج مكلف كتير جدا تكلفته على الشركه بس بيقدم نتائج هايله مش اي كريم علشان المواد بقى عليها عنايه ورقابه وبنقي من احسن الاصناف ومن احسن الانواع طبعا. والرقابه بتتكلف بالظبط بس انا عايز اقول حاجه يعني انت كده كده مريض الخشونه او مريض التهابات المفاصل او مريض اللي بيبقى عنده مشكله فيها الم بيروح لاي علاج بياخده خصوصا المسكنات وده بيدمره بيعمل اعراض جانبيه كتير وما بيبقاش الكرسي العلاجي ده المفروض ان هو بيبقى حاجه موضعيه امنه طبيعيه فعاله وفيها مواد جميله مجربه من الاف السنين الحاجات اللي موجوده هنا واثبتت ان هي مضاده للالتهاب بتبقى بسيطه للعضلات بتريح التوتر اللي موجود بالاضافه لبقيه الحاجات وماده الجلوكوزامين الجلوكوزامين دي هي الماده زي ما بنقول كده الطوب اللي بتبني بيه البيت دي وحدات بناء الغضروف اللي موجود في المفصل مين معانا دكتور ياسر حبيبي نقول مبروك لشعبان ولا نقول له ايه واحد بيكلمنا هو عايز يشكر على الكريم شعبان الو انا معاك انا يا فندم اهو شعبان ازيك ازيك يا فندم جمال فؤاد معاك ازيك ازيك يا دكتور جمال عامل ايه يا حبيب قلبي بص خلوني دكتور على طول انا الاعلامي جمال فؤاد فرحانين بيك جدا والله يا دكتور والله الله يفرح قلبك يا راجل قول لي ايه الاخبار انا دكتور شعبان ابراهيم من محافظه الفيوم والله كنت من 3 شهور خدت عدد والدتي طب بالراحه كده وضح والدتي كتبت على الاعلان والله وضح الصوت شويه اقف في شبكه انت كنت بتقول تعبان انت من محافظه الفيوم خدت الكريم لوالدتك ايوه
ايه الاخبار؟ مش عامله بلان سيد من محافظه الفيوم. الحاجه عامله ايه المهم طمني. الحاجه سافت والله قلت لها من بس هو العلاج ده ممكن يمدى ما خفت عليه. فلا اخت ثاني طلبته من 3 ايام قال النهارده العلاج بس انت الساعه 5 النهارده اتخذت والله. طبعا شكرا يا شعبان جدا. الحاجه انا صوتك مش واضح بالنسبه لي. شكرا يا شعبان. شعبان بيشكر فينا. اخلي الحاجه تدعي لي بس يا شعبان اهم حاجه. وانا لا يعني والدكتور ياسر وكل دكاتره شركه الشفاء اللي عملوا المنتج ندعي لهم. طيب الدكتور انا ماليش دعوه باي منتجات ثانيه. على فكره ناس بتكلمني تقول لي منتج. انا ماليش دعوه يا جماعه باي منتجات حد. انا ماليش دعوه بالتمويل الكريم اللي بقدمه. بنقدمه منتج مرخص من وزاره الصحه. انا معاكم الفنان والاعلامي جمال فؤاد والدكتور ياسر. هو دكاتره كتير جدا قائمين على المنتج وانا بقدم لكم. وزي ما قلت هتني مرارا وتكرارا اقدم المنتج ده وانا فنان وانا سينما وانا كل حاجه. لكن هتني اقدم المنتج ده عشان بيجيب نتيجه كويسه وبفعلا بيساعد على علاج الناس وجايب نتائج هائله جدا وكل الناس بتشكر فيه خير وبنقدمه للناس زي ما بنقول بندواه لكل الناس. بص بقى استاذ جمال انا عايز يعني ااكد على حاجه علشان تكمله للصوره الجميله اللي انت بتقدمها ان ده خير جميل. يبقى لازم اوصي كل مره الناس ما تاخدش حتى المنتج اللي انا مطمن له 100% ده الا لما يبقى كاشف عند دكتور. تمام كويس جميل. مفيش حاجه اسمها هو يتشخص الاول يتعمل الفحوصات يتعمل الكلام ده كله يتاخد التيم والكريم مع خطه علاجيه متكامله بالزبط. عشان يجيب اعلى تاثير. يا جماعه احنا عندنا اهو كلام واضح كلام واضح. يجي حد يقول لي انا عندي الدكتور قال لي انا عايز تغيير مفصل وياخد المنتج مش هجيب معاه نتيجه. محدش يسالني. احنا بنقول اللي لينا واللي علينا. حد قال تغيير مفصل العظم اتاكل خلاص مفيش عظم يتبنى عليه. زي الدكاتره ما قالوا لنا منتج ده يا جماعه بيساعد مساعده قويه جدا بنسبه 90% او 99% اللي عنده خصونه والتهابات مفاصل بيساعد على العلاج وده مرخص من وزاره الصحه. نكشف عند الدكتور الاول نعرف عندنا ايه ويشخص لنا الحاله. واحنا لو عندنا حاجه زي ما قلنا كده صعبه جدا حد يقول لي هشاشه عظام ماليش دعوه بشاشه عظام هشيل التهابات بس هشاشه العظام انت محتاج علاج تاني معاها يا جماعه. أيوة احنا بنتكلم أيوة بمنتهى الامانه والصراحه زي ما اتعودنا الثقه والامانه والصراحه عشان احنا بنقدم حاجه خير للناس. عندك التهابات هتتعالج ان شاء الله. التهابات خفيفه تمام. عندك خصونه خفيفه ان شاء الله هتتعالج. احنا ده بيعالج خصومه الركبه والتهابات المفاصل وبسط العضلات وفي مواد كتيره فعاله. خلي بال سعادتك يا دكتور جمال دلوقتي ان انا قلت كمان دكتور جمال اهو يا بشرى دكتور حلو جدا يلا دكتور في الاعلام ان شاء الله دكتور في الاعلام. بص يا استاذ جمال دلوقتي المنتج ده في حاجات احنا لما نيجي نقسم المرض بنقسم المرض درجات. تمام. يعني ممكن قوي يكون خشونه بس درجه خفيفه بالزبط. خشونه متوسطه بالزبط. جامده بالزبط. جامد. وكل لما يكون الدرجة خفيفة ويعني كل درجة بيبقى ليها خطة علاج معينة بالزبط. وليها خطوط علاج معينة. يعني ممكن الدرجة البسيطة خالص ربنا سبحانه وتعالى يجعل العلاج الموضوعي التيم والكريم بس سبب وحيد في الشفاء طبعا. كل لما لو كان أصعب ممكن نزود خطوط علاجية تانية. طب أنا هقول لك نزود علاج طبيعي حلو جدا واخد بال سعادتك. تمام يا دكتور. أنا أقول لك على حاجة بالتجربة على إن أنا بقدم المنتج بقالي سنين. يقولوا إيه بقى؟ والله طب أنتوا رحتوا للدكتور. طب إحنا بنتكلم في الصح الأول. الصح الاول اللي احنا نروح لدكتور يشخص لنا الحاله تمام. ويدينا علاج وده مساعد قوي جدا يساعدنا من غير ما ناخد برشامات كتيره تتعب المعده. لكن ممكن الدكتور يدينا علاج جنب العلاج مفيش مشكله. احنا بنتكلم بقى في الحالات التجربه بقى. التجربه دي من عند ربنا بقى. احنا بنقول المنتج خدوا 6 علب خفوا بقوا كويسين ومشوا وقاموا وتحركوا. يبقى كان عندهم حاجه بسيطه خشونه مبدئيه. أيوة. احنا بنقول الخشونه درجه اولى مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه. ليه بنقول العلاج من شهر لثلاث شهور؟ ليه؟ عشان خاطر ممكن المورد يكون يتفاقم معاكم ويكون الموضوع صعب جدا عليكم فبتتكلم محتاجين 3 كورسات من ده عشان تيجي تبقى كويس. وعلى فكره انا بقول قدام الدكتور ياسر لكل جمهورنا اي حد هيهمل العلاج ويدهن مره ولا الثانيه ويحس ان هو اتسكن وبقى كويس ويمشي ويركن العلاج ما يستمرش عليه يرجع له الالم تاني وكانه ما عملش طول حاجة. ما في اسباب المشكله موجوده قائمه اللي هو لو حد بيعمل حركات خطا بيتني ركبته جامد بيعمل مجهود بدني شديد على المفصل وخلص كورس علاج ورجع تاني لنفس سبب المشكله هترجع تاني المشكله طبعا طبعا. وكمان انا واساسا ده التهاب مزمن. يعني ايه مزمن؟ يعني بياخد وقت. فلازم العلاج المزمن دايما في اي كورس محترم بيقول لك من 3 لـ6 شهور كمان. ليه؟ لان احنا عايزين نغطي. لان انت لو انت هنضرب مثلا لو خدنا كورس مضاد حيوي لو خدنا يومين ووقفنا مشكله يبقى انت كده ضعفت الميكروب وهيرجع تاني ينشط. في مشكله بقى بتقابلني كبيره قوي بقولها للناس قدام دكتور ياسر واذكر دكتور ياسر والدكاتره موصيين بيه. ده لنفترض ان حد خد المجموعه 6 علب او 4 علب والست علب عليهم عرض كويس من الشركه وعنده وجع في ركبته ووجع في ظهره ووجع في رقبته المجموعه دي مش هتكفيك. طب نعمل ايه؟
انا بقول نقسم حتى الوجع اللي عندنا، نشتغل على رجلينا الاول او المكان اللي مقلمك الاول او المكان الاصعب الاول لحد ما نخلص المجموعه ونعالج مكان مكان، عشان ما يعملش سايد افكت ونحس ان في دهان في رقبتنا، دهان في رجلينا، فيعمل ارتخاء في العضلات. لا ما فيش سايد افكت منه خالص، ما فيش سايد افكت غير من الدهانات يا دكتور. ممكن مش هو ممكن يدهن في كذا مكان، يلاقي ركبته وظهره ورجليه يعمل له ارتخاء يحس ان هو. لا اقول لسعادتك حاجه، هو لو ده الدهن بالطريقه الصح، طبقه خفيفه على الجلد بالمعدل المظبوط، ومع ما هو لو عنده أكتر من حاجة كده كده هياخد علاجات تانية مضادة للالتهاب كورس، وعلاجات تانية تشتغل عن طريق الدم وتروح للأماكن كلها. إنما ده بما إنه موضعي وطبيعي، حتى لو كترنا وامتص الجسم كمية كبيرة، هو طبيعي طبيعي، مش هيعمل الأعراض الجانبية دي. بتحصل لو حاجة كيميائية. تمام. ليه؟ لأن الحاجة الكيميائية بتعمل تأثير جزئي، وانا شرحته الحلقه اللي فاتت، بتروح توقف المواد اللي بتتفرز في الالتهاب. الالتهاب ده جزء من جهاز المناعه. فانت بتوقف المناعه، ده ما بيروحش يعمل كده بس، ده بيروح يشتغل وبيشيل من الجسم مسببات الالتهاب. الله عليك، يعني كده بيبقى تمام مستريح. انا عندي مشكله بواجهها بقى. ايه المشكله اللي بواجهها؟ اتصل بيا يعني. احنا بقى لنا المجموعه اللي انت اديتها لنا دي كفتنا بالظبط 5 ايام وخلصت. يبقى هو ممكن يكون بيستخدمها غلط. بالظبط، بيستخدمها غلط. هي طبقه خفيفه، طبقه خفيفه على الجلد مع التدليك. مع التدليك بالظبط، بدورانيات في اتجاه واحد. التدليك يعمل نظام مساج. ليه؟ لان التدليك بيزود الدوره الدمويه وبيزود النفاذيه وبيزود التاثير بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيبقى سبب في يعمل ريلاكسيشن للعضلات. طيب يا جماعه، انا بقول اهو من هنا، اللي عنده خشونه ركبه، ثلاث مفاصل، الله الشافي، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل كل حاجة سبب، وربنا جعل لنا العلماء الكبار اللي زي دكتور ياسر وزي علماء شركة شفاء، الناس الجميلة دي، الناس اللي عندها علم. أنا بقول علم ليه؟ إن إحنا المنتج ده مرخص من وزارة الصحة، قائم عليه مجموعة كبيرة جدا من علماء الدكاترة، تعقيم مصنع هايل درجة أولى، مصانع واخدة الأيز، مصنع كبير جدا ومعمول تعقيم بشكل ما فيش إيد بشرية بتتدخل في تصنيع المنتج ده، تعقيم عالي جدا وكله ماكينات عالية جدا. إن شاء الله الحلقة الجاية أجيب لكم المصنع وإزاي بيتصنع. ياريت أرجوكم ياريت. أرجوكم، ما موجود معاكم بيطلع بيظهر على الحلقات المصنع. أرجوكم يا جماعة، أي حد عنده خشونة ركبة، الدول العربية، كل الدول العربية بره مصر وداخل مصر، التجارب بياخدوا الكريم ده بيسألوا عليه، بينزلوا أجانب، في تقارير معانا من أجانب جربوا الكريم وماسكينه في إيديهم وبيقولوا ده المنتج الأوحد، وناس كتير بتحلف المنتج جاب نتيجة. بنصحكم أي أب، أي أم، إخواتنا، حبيبنا، أي حد عنده التهابات مفاصل، آلام، يا دوبك ده مساعد قوي للعلاج، ادهنه مباشرة، هتحس إن أنت مستريح، لكن تلتزم التزام تام باللي إحنا بنقوله، المجموعة على منطقة واحدة عشان تكفي، وإن شاء الله مرارا وتكرارا 3 مرات يوميا. دكتور، تنصح اللي عنده خشونة ركبة والتهابات مفاصل، يلا نصيحة عامة للناس عشان الوقت بيخلص. نصيحة عامة إن هو يروح لدكتور أول حاجة، يتشخص صح، يتفحص صح، يعمل كل الأشعات والنظام، وياخد خطة علاجية متكاملة، منها البرشام اللي بيتاخد عن طريق الفم، منها العلاج الموضعي اللي يتاخد بشكل سليم التيمولي، حاجات آمنة طبيعية فعالة منضبط عليها رقابه. طب انا مطمن لها. وياخد علاج طبيعي، وازاي يعمل اكسرسايز، وازاي التغذيه المناسبه. طب خطه علاجيه. شوف الدكتور ياسر قال خطه علاجيه، بس هنجرب الكريم بقى. يلا خلاص جرب كده الكريم من غير خطه علاجيه وشوف ايه اللي هيحصل. مفيش منه اي مشكله. لا ليه؟ هيلاقي نتائج. انا عندي، لا انا عايز اقول لسعادتك حاجه، ده لو اتاخد لحد مش مريض اصلا هيعمل تاثيرات ايجابيه على العضلات وعلى المفاصل والغضاريف. حاجه ايجابيه، حاجه فعاله. دكتورنا انا بسمي برضو تومي الكريم ده دكتور زي الدكتور. ما هو انت جبت ماده الجلوكوزامين، انت لو جبت التركيبه الثانيه دي بتستخدم للرياضيين وللريلاكسيشن. مين اللي عايز يتكلم؟ شعبان عزة، استاذ عزة هتشكر في المنتج. الو، السلام عليكم. عامل ايه استاذ عزة؟ استاذ عزة. ايوه دكتور، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازاي دكتور؟ استاذ جمال فؤاد معاك. جمال فؤاد معاك، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ جمال؟ الحمد لله. احكي لنا. المنتج جميل، انا استعملته والله كذا مره. والله انتوا ناس محترمه، وانتوا اتصلتوا بينا عشان تشكروا في المنتج. والله انا اول مره اكلمك ولا اعرفك. احكي لي بامانه، بثقه وصراحه، ايه رايك في الكريم ده؟ استعملته كذا مره من غير ما نحلف. وبالليل الحمد لله، لان انا بطلع دور خامس في شغل، دور خامس وفي بيتي دور خامس. الحمد لله. ايه الاخبار؟ والله لا كويسه الحمد لله، والله العظيم ما بقاش اكثر المرض، وانت بتجيب حاجات كويسه لينا، مش مغشوشه ولا كده ولا كده. الحمد لله، شكرا. ولا انت بتاع كلام اشاعات، انت بتتكلم بجد. ربنا يخليك، الثقه والامانه. الله يبارك يا رب والصراحه معاك. لقيت الثقه والامانه والصراحه. ثقه ثقة أمانة وصراحة. طب ده كلام إعلانات ولا بجد بقى عشان نكمل؟
لا بجد والله طب. نصحت ناس ياما هنا جنبينا وبيه وبيجيبوه والله يا دكتور جمال. بذمتك انا كلمتك قبل كده ولا اول مره اكلمك؟ لا اول مره تكلمني. بس عشان الناس بتشك والله العظيم بتحس ان والله يا جدعان ما متفقين من حد. ناس جربت فعلا ناس كويس. الحقوا خدوا التمول كريم. لا بس يا دكتور جمال. طب الحمد لله. انا بكلم حضرتك على التليفون والله. ربنا يخليكي. شكرا جدا يا استاذ عز. يلا يا جماعه بسرعه. الله يخليك يا رب وسرعه معايا. دعواتك بقى ربنا يخليكي. بسرعه. عنده خصونة ركبة التبات مفاصل اي الام يلا بسرعه شركه. طب انا عايز اقول حاجه. انا عايز اغير عند الناس لو نجحت بس ان انا لو واحد عنده التهابات مفاصل والام مفاصل بدل ما يروح ياخد مسكن يحط حاجه موضوعيه يبقى احنا كده استفدنا. بالظبط. يعني يا جماعه قبل ما ناخد مسكن بقينا يتعب معدتنا ولا نروح ناخد علاجات تانية نجرب ده كده. الدنيا ماشيه معانا اسبوع كده ايه الاخبار لان نفسنا تمام وبنجري. وانا متاكد ان انتوا هتجروا ان شاء الله لان ده مساعد قوي جدا في علاج الخصونه والتهابات المفاصل. ومش هتصدقوا نفسكم اعجاز. اعجاز بس اعجاز علمي لان في دكاتره محترمين قائمين بالعلم داخل مصر وخارج مصر والله العظيم بجد. حتى دكاتره مش مصريين قائمين على المنتج والدكتور ياسر عارف. وان شاء الله هنقدم لكم حاجه مش موجوده في اي مكان. بشكر الدكتور ياسر جدا. شكرا يا دكتور ياسر على الحلقه الجميله دي. شرفت يا استاذ. شكرا لجمهورنا الحبيب اللي هيستفاد. اوعوا تروحوا في اي مكان تابعونا مرارا وتكرارا في حلقات كتيره معايا جمال فؤاد ودكتور ياسر. تحياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.